مساكم الله بالخير. أبغاكم تتأملوا معايا جمال هذه السيرة. مزارع، ابن مزارع، ابن مزارع، ابن قرية صارت مدينة، من جيل الوسط، فهو ليس من الأوائل وإن أخذ من طباعهم المثابرة والتصميم، وليس من الأواخر وإن أخذ منهم حداثتهم وتطلعهم. مشاكله في حياته لم تكن مادية، والعقبات اللي واجهته ما كانت بسبب ظروف بيئية، لأن مشكلته كانت مع نفسه، مع خطواته الأولى من المتاهة اللي عاشها في بداياته، مع لسانه، والإحباطات في طفولته ومحاولته إيجاد البدائل السريعة لما كان يفشل. ميزة الكبرى إنه لم يكن يرضى أن يكون أقل من أحد. تحول الفتى الذي لا يصلح لشيء بسبب موقف أو كلمة إلى أكاديمي لامع وخبير في التسويق والإدارة. اقتحم المستقبل وقاتل من أجل هدفه، وتحمل نتائج قراراته حتى أصبح من المتهافة عليهم. مناصبه كثيرة صدقاً من الصعب سردها، ولكنه باختصار هو أستاذ التسويق وعضو مجلس الشورى الدكتور عبيد العبدري.